الأهلي يضم 6 لاعبين في فترة الانتقالات القادمة. على غير العادة، الأهلي يضم 6 لاعبين مرة واحدة في فترة الانتقالات القادمة بعد اجتماع مع موسيماني، والتعاقد مع اللاعبين سيبدأ بشكل رسمي، وبدأ النادي الأهلي بالفعل في إتمام التعاقد مع هؤلاء اللاعبين. واشتراكم مع التفاصيل، بدأ مسؤول النادي الأهلي إتمام التعاقدات الذي يحتاجها النادي الأهلي في الموسم القادم، وإن النادي الأهلي بيحتاج 6 لاعبين، وتم الاتفاق على أسماء هؤلاء اللاعبين الـ6. وبدأ مسؤول الأهلي إن هم يجلسوا مع موسيماني وإن هم يعرفوا طلبات موسيماني إيه. وبالفعل موسيماني طرح أسامي اللعيبة اللي هو عايزها من الدوري المصري أو من خارج الدوري المصري، وإن هم 6 لاعبين. وبدأ النادي الأهلي بالفعل بالتحرك في هدوء لإتمام التعاقدات مع هؤلاء اللاعبين عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات مع النادي الأهلي. وبدأ أمير توفيق بشكل هادئ وبسيط في إتمام التعاقد مع اللاعبين اللي هو عايزه موسيماني مع النادي الأهلي في سرية تامة، وإن النادي الأهلي مش عايز منافسة في موضوع الصفقات مع نادي الزمالك أو نادي بيراميدز أو نادي فيوتشر أو أي نادي في الخليج. فكل الصفقات اللي هيعلنها النادي الأهلي أو 6 لاعبين النادي الأهلي اعتبر سرية تماما. ولكن في بعض الأسماء اللي هي اتضحت بشكل رسمي للإعلام أو مصادر من جوه نادي الأهلي أعلنت إن في 3 أسماء مؤكدة هينضموا للنادي الأهلي. الأول طبعا هو جاكسون موليكا، المهاجم الكونغولي اللي كان بيلعب في مازيمبي وحاليا هو بيلعب في بلجيكا، لاعب مؤثر جدا والأهلي بيحرص إن هو يضمه في حال فشل انضمام أشرف بن شرقي مع النادي الأهلي. هيكون جاكسون موليكا هو البديل الأنسب للويس ميكيسوني في النادي الأهلي، ده أول واحد. تاني لاعب هو اللاعب ديفندر غنام محمد، لاعب فيوتشر، لاعب رائع في نص الملعب، بيلعب السهلة وبيلعب باصات كويسة جدا، واقتنع موسيماني بأداء غنام محمد في الفترة الأخيرة وإن هو بيتابعه بشكل خاص مع نادي فيوتشر، وإن هو عايزه ينضم للنادي الأهلي لتكملة اللعيبة في نص الملعب مع حمدي فتحي مع عمرو سلامة مع محمد محمود مع الوديانج، ويترقب طبعا هينضم في حال رحيل الوديانج. واللاعب الثالث هو استقرار موسيماني ان هو محتاج احمد رمضان بيكهام ان هو يرجع للنادي الاهلي، وان هو عايزه في النادي الاهلي وعايز نوعيه احمد رمضان بيكهام مع النادي الاهلي، وان هو شايف ان احمد رمضان بيكهام فيه شبه كبير من بدر بنون، وان هو هيعوض غياب بدر بنون في الفتره الاخيره، لان بدر بنون حاليا في اخبار بتطلع ان هو ممكن يعتزل الكوره بسبب مشاكل صحيه اصابته في فيروس كورونا. وهم دول طبعا الـ3 أسماء اللي حاولت او اللي قدرت اعرف تفاصيلهم من مصادر او من اخبار طلعت من مصادر موثوقه للنادي الاهلي، ان هم دول الـ3 لعيبه اللي النادي الاهلي بيبحث انضمامهم في الوقت الحالي. 1 جاكسون ملكة، 2 غنام محمد، 3 عوده احمد رمضان بيكهام. وفي 3 لعيبه كمان الاهلي مستقر معاهم، وان هو بيحاول ان هو يخلص الصفقات دي، ولكن لم يتم الافصاح عن اي اسم من الـ3 أسماء القادمه للنادي الاهلي غير الـ3 اللي احنا قلنا عليهم. وان النادي الاهلي بيبحث ضم الصفقات الـ3 الباقيين اللي هتكون مفاجاه في صفقات النادي الاهلي القادمه، وان هو مش عايز منافسه عليهم مع اي نادي افريقي او نادي مصري او نادي في الخليج. الاهلي بيحاول يضم اللعيبه دون منافسه مع اي حد، وان هو مش عايز ينزل في مفاوضات مع اي حد تاني. النادي الاهلي بيبحث تجديد لبعض اللعيبه في النادي الاهلي اللي هي عقودها بتنتهي مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي مستقر اكتر بكتير من نادي الزمالك في الوقت الحالي، والنادي الاهلي هيضم اكثر من لاعب زي ما قلت لكم 6 لاعبين على الاقل. موسيماني طرح اساميهم للنادي الاهلي وان هو عايز الاسامي دي بالاسم مع النادي الاهلي، وكشفنا لكم 3 أسامي هيروحوا النادي الاهلي في حاله استطاع النادي الاهلي انضمام هؤلاء اللعيبه، او ان النادي الاهلي اصلا مخلص مع اللعيبه ووصل معاهم لمرحله كبيره في موضوع المفاوضات مع انديتهم اللي هي موجوده. ولكن الجزئيه الوحيده اللي بيختلف بها موسيماني مع لجنه الكره موضوع اشرف بن شرقي وجاكسون مليكا. اداره الكره في النادي الاهلي بتقول لموسيماني ان اشرف بن شرقي لاعب كويس، وان هو احنا عارفينه وعارفين قدراته مع نادي الزمالك، ولاعب مؤثر، مش هنستنى على لاعب جديد نشوف ايه مستواه ممكن يطلع مع نادي الاهلي. لكن موسيماني بيفكر ان هو ينضم جاكسون مليكا لانه شايف ان هو ده اللاعب اللي هو عايزه، وهو مش محتاج اشرف بن شرقي لوجود وقدرات احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، وبيأكد موسيماني ان هو مش محتاج لاعب زي اشرف بن شرقي. لكن لجنه الكره بتحاول تقنع موسيماني حتى الان بانضمام اشرف بن شرقي، لان اشرف بن شرقي لاعب كبير وكمان هيجي من غير عقد مع اي نادي، لان هينتقل بالمجان والنادي الاهلي مش هيتحمل غير تكاليف العقد اللي هي تبقى موجوده العقد السنوي اللي موجود مع اشرف بن شرقي. ولكن موسيماني مصمم على جاكسون موليكا، وكمان في لاعب تاني موسيماني حطه مع جاكسون موليكا واشرف بن شرقي، لكن الاقرب لموسيماني او موسيماني اللي عايزه هو جاكسون موليكا ومش عايز اي حد تاني.
واقترب الأهلي من إتمام جميع صفقاته بشكل رسمي، وهيعلن كل الكلام ده قبل بدء الانتقالات أو أول يوم في الانتقالات هيتم الإعلان اسم ورا التاني، والأهلي بينهي مواضيعه بشكل سلس وبسيط. ودي كانت كل أخبار صفقات النادي الأهلي في الموسم القادم. ما تنسانيش بلايك واشتراك وقولي رأيك في صفقات النادي الأهلي، وهل فعلا أشرف بن شرقي ولا جاكسون مليكا هيكون الأفيد للنادي الأهلي. لايك واشتراك وسلام.